معنا محمد القداح المدير التنفيذي للمقهى. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح النور. يعني المقهى اشتغل منيح على قصة التفاصيل، الكراسي تكون منيحة يعني مو من تبع أشراب وأم. خبرنا أكثر عن المقهى، عن تفاصيله أيضا. بصراحة هي كانت النقطة الأساسية، إنه مو شراب وقوم، فعلا شراب وعود. ونحن يمكن أول مقهى بألمانيا بنقدم كاسة متة وبريق متة، بحيث إنه الواحد يقعد 3 ساعات وهو عم يشرب كاسة المتة عنا أو يكون مبسوط فيها. المقهى الحمد لله افتتحناها، كان الافتتاح ب 18/12، كان الافتتاح جيد. بأول أسبوعين يمكن واجهنا مشكلة إنه ما حدا بيعرف عن الكافيه، ما إجانا زوار، ولكن بعد أسبوع تقريبا أسبوعين بلشت الزوار تيجي لعنا بشكل كثير كبير وشكل كثير حلو، وقدرنا نعمل شيء كثير ظريف بالمكان. مين الشخص اللي طلع بهي الفكرة؟ وأنتم كم واحد؟ مين بيساهم فيه اليوم؟ مين بيدعمه؟ مين بيموله؟ الفكرة هي أساسية من عندي أنا، كثير بحب الكافيه القهوة، أنا حدا عاشق للبن، حتى أنا لا قاعد بالكافي كورنر تبعي بالبيت. فكانت فكرتي، وخصوصا بالمانيا او باوروبا بشكل عام كثير الاماكن قليله اللي الشخص بيقدر او طالب الجامعه بيقدر يقعد فيها ويكون مرتاح ويدرس. هي الاجواء مو متوفره غير بالمكتبه، والمكتبه دائما بيكون فيها ضغط. فكانت هي فكرتي انه نحن كطلاب سوريين بنحب دائما نقعد ندرس كجماعات، لانه انا ورفقاتي بنحب نقعد ندرس مع بعضنا، مو كل واحد لحاله. فكان انه دائما عم ندور على مكان نقعد فيه لحتى نقدر ندرس قبل الفحص، نسهر بالليل، وهذا الشيء مو متواجد هون. ايضا بالمقهى في نشاطات، في فعاليات شفناها من خلال الماده، لكن هل حضرتم شيء لشهر رمضان؟ ان شاء الله هلا برمضان راح يكون في سحور، يعني في سهره موسيقيه راح تكون بعد صلاه التراويح، فينا نقول مستمره لوقت السحور، وبعدين راح نتسحر سوا وكل واحد بيروح على بيته المفروض، ولكن اكيد الباب مفتوح ودائما للكل انه يقعد كل الوقت. وبالليل في هذا البرنامج راح نستضيف بعض الاشخاص برمضان، بنعلن عنهم على صفحتنا على الانستغرام. رح يكونوا ضيوفنا الأساسيين برمضان لحتى نعمل أجواء حكواتي أو شغلات تانية. كتير حلو، موفقين بالمشروع، بنتمنى أنه يكون عن جد سابقة لكل الطلاب العرب وأيضا الألمان الموجودين في المنطقة. شكرا لك ولكل الفريق وكل الشباب اللي ساهموا معك. محمد القداح مدير تنفيذي المقهى، نهارك سعيد ورمضان كريم. نهارك أسعد يا رب.